في الخارج طيب اليوم ما اصل الحكايه التي تدور اليوم هذه التوترات وتصاعد التوتر بين كوسوفا وبين بين صربيا ما أسبابه؟ نعم يعني شوف لديك جغرافيا كوسوفا إقليم مساحته حوالي عشرة آلاف كيلومتر مربع السلطات الكوسوفية سنة 2012 تم رفع ما يسمى الوصاية الدولية عنها وبالتالي صارت دولة مستقلة الآن هذه الدولة تريد أن تسيطر على كل الأجزاء التي في البلاد لكن الذي يحدث حتى الآن هناك ثلاث بلديات رئيسية في مدينة شمال كوسوفا تسمى ميتروفيتسا ميتروفيتسا هذا جيب يعني هذا هو الذي يرفض ان يخضع للسلطات آه الكوسوفيه وبالتالي دائما هذه البلديات على الحدود مع الصربيه مع الحدود نعم. الصربيه نعم. واصلا يعني دعني اقول لك انه ميتروفيتسا في الاصل هو جيب صربي آه قام ب يعني آه سكانها صربيون نعم صربيون ليسوا من البوشناق نعم ليسوا من البوشناق نعم. تيتو آه هو الذي قام بضم بضم جيب ميتروفيتسا إلى جمهورية كوسوفا التي لديها حكم ذاتي فهو ضمها وألصقها في كوسوفا الآن هي تخضع فعلا في الخريطة ستراها أنها في خريطة كوسوفا ولكن بالمقابل هو جيب كوسوفي وضع ليكون مكبح لأي طموحات كوسوفيه وبالتالي هذا جغرافيا وتاريخيا هو جيب صربي يعمل كمكبح وككابح للطموحات الكوسوفيه في الاستقلال او الانضمام الى الاتحاد الاوروبي او تطوير كوسوفا والانضمام الى حلف الناتو، اذا هذا هو الاصل التاريخي لجيب ميتروفيتسا ميتروفيتسا بعد 2008 لما دخل حلف الناتو الالبان ثاروا ضد الصرب جاءت القوة الفرنسية ثم وقفت حاجزا بين الطرفين ومن هنا بدأت الحكاية وصارت متروفيتسا الشمالية كلهم سرب والجنوب هما هم كوسوفيين البان يعني كوسوفيين بوشناق وبدات الحكايه من هنا هذه المدينه اللي تشكل 15% من من كوسوفا غير خاضعه لا للقانون الكوسوفي ولا للسلطات الكوسوفيه ولا تخضع للسلطات السربيه وبالتالي هي حتى دوليا تمثل بؤره اجرام وتحويل غير شرعي للاموال وغسيل الاموال و تبييض الاموال ولا تعترف باي سلطه، لكن في الواقع هي تخضع للسلطات السربية لوحات سيارات صربيه، بطاقات الهويه الصربيه، الاعلام مرفوعة في البلديه السربية هي تعيش صربيا يعني فعليا، كوسوفا ترفض هذا الموضوع فقامت بارسال قوات خاصه انزال جوي في تلك المنطقه وسيطرت على الحدود لاول مره فصارت صار هذا بعد الانتخابات التي جرت؟ و... نعم، بعد الانتخابات, الانتخابات ف... انتخ... هذه قديمه، آه. هذه في سنة بعد 2014 الذي نعم. حدث حدث مؤخرا انه في اكتوبر في 2000 و 2022 اصدر الكوسوفيون قانون يرى يقول انه يلزم كل من يعيش في الاقليم في دوله كوسوفا ان تكون سيارته تحمل لوحه, لوحة كوسوفيه ليست وأنت كل وان تكون بطاقه كوسوفيه هنا طبعا بتحريض من القوميين الصربيين آه ثارت ثائره الصرب في كوسوفا ليكن في المشاهد ان كوسوفا لا تحوي فقط على الصرب في الشمال هناك سربيين يعيشون في اغلب كوسوفا ولكن هم اقليات ويعيشون يعني آه بطريقه عاديه مع الكوسوفيين بل لديهم امتيازات احسن من الكوسوفيين هنا قامت قوات الامن من اصل الصربي بالاستقالة وترك الألبسة الرسمية وبدأت الفوضى رفضا لهذا القانون ثم قام التجار الصرب بغلق الحدود بين صربيا و كوسوفا بالشاحنات الكبيره وعرقلوا الحركه التجاريه وهذا خطير لماذا؟ لان كوسوفا عقده نقل من روسيا الى الى صربيا وكانت روسيا تعول ان يمر انبوب الغاز من خلال كوسوفا الى صربيا، ايضا هذه المنطقه ممر تجاري لدول البلقان ايضا م. مثل البوسنة مثل الجبل الاسود مقدونيا البانيا الى صربيا والى البانيا يعني وبالتالي هذه المنطقه ايضا جيوسياسيا تمثل البوابه الجنوبيه لصربيا الى البانيا و البانيا تخشى من ان تضم البانيا كوسوفا وبالتالي تصبح لديها حدود صربيا يعني تخشى طبعاً هذا طبعا والالبان دائما يصدرون بيانات رسميه انهم لا يريدون ولا يملكون نيه لتوحيد كوسوفا مع البانيا، اذا هذا الاقليم يبقى دائما خارج سيطره كوسوفا وبالتالي يمنعها من انضمام الى الاتحاد الاوروبي او حتى حلف الناتو لانه البنود في اوروبا والحلف الناتو تمنع انضمام اي دوله لديها صراع مع دوله اخرى. نهاية الأسبوع الماضي وهذا هو الجديد ميليشيات مدعومة من صربيا نفذت هجوما على مبان إدارية عامة في شمال كوسوفو وهذا ما أثار أو يعني أشعل التوترات من جديد كيف ترى هذا التوتر الجديد؟ وقبل هذا الذي حدث لما استقال الموظفون العامون الذين يشتغلون في سلك الحكومة خاصة الشرطة ورؤساء البلديات سلطات كوسوفا وبريشتينا قالت انها ستنظم انتخابات لاستكمال هذا الفراغ لا يمكن ان تترك في الدوله فراغ قانوني الانتخابات هذه نظمت في شهر أبريل الماضي قطعها الصرب ولم يشارك فيها الكوسوفيون نسبة مشاركة كانت 44% نتج عنها فوز رؤساء بلديات من أصل بوشناق, بوشناق وكوسوفيين يعني وهذه بلديات يعني هي صربية في الأساس الصرب أكثرية أو أغلبية أو لنقول يعني 100% من الصرب وبالتالي رفضوا هذه الانتخابات وهذه النتائج ورفضوا حتى ان يتم تنصيب رؤساء البلديات يعني هم رفضوا الانتخابات ولو دخلوا الانتخابات كانوا فازوا بالانتخابات وكان هناك يعني رؤساء بلديات صربيين من اصل صربي ويديرون هذه البلديات وبالتالي السؤال المطروح ماذا يريد صرب ميتروبيتسا في هذه الفتره يرفضون انتخابات ويرفضون وجود الشرطه الكوسوفيه في هذه المنطقه وبالتالي هذا الذي ادى الى هذه الاضطرابات وغلق البلديات غلق الطرق المؤديه الى البلديات وغلق الحدود بين صربيا وكوسوفا واعلان الجيش الصربي انه على اهبه الاستعداد للتدخل في كوسوفا ليس باعتبارها دوله مستقله ولكن باعتبارها جزءا من صربيا وبالتالي ايقاف الفوضى سابقا استعمل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه نفوذها نفوذهما ضد القوميين الصربيين واستعملوا فوتيش هذا الرئيس الصربي الحالي وفعلا استطاع ان يجعل المنطقه تدخل في مرحلة هدوء مؤقت لتعود الاندلاع في هذه الفترة الحساسة حاليا بسبب وجود حرب في شمال أوروبا <applause>